بريك أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان. تتواصل انطلاقات ميدان الشحانية في هذا اليوم، أول أيام هذا الموسم مع سن الصغار. اليوم هو 14 من سبتمبر لعام 2016، حيث يخوض أبناء القبائل اليوم أول لقاء لهم في ميدان التحدي ضمن هذا الموسم الجديد. نتمنى لهم التوفيق ومزيدا من الإنجازات إن شاء الله في هذا العالم الساحر. نبدأ مباشرة مع شوطنا الثامن، شوط خاص بالقعدان، وننطلق مع هذه المجموعة الكبيرة التي تتجاوز 70 مشارك في هذا الشوط. 70 شعار حاضر مشارك في أرض ميدان التحدي. أبدأ مع المركز الأول، حامل الرقم 36 شاهين على المركز الأول، سلطان بن علي بن حمد بن سويدان اليحافي قادم من السلطنة للمشاركة. مرحبا بأهالي السلطنة مشاركين إخواننا مع هذا العرض المميز اللي يقدمونه اليوم. المركز الثاني، المركز الثاني متعب محمد بن علي بن محمد العذبي المري، وتدخل في هذه اللحظة من قبل الطائف سعد بن محمد بن سالم بن جهويل بن سعد على المركز الثاني. ينطلق المركز الثالث، المركز الثالث يتواصل عناد حمدان بن سعيد بن مرزوق العسكري أيضا قادم من السلطنة، وتدخل في هذه اللحظة من قبل حامل الرقم 2 شعار خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية على المركز الرابع مع شملون. المركز الخامس، المركز الخامس شاهين علي بن حمد بن سالم آل شعيل المري، ولكن عودة إلى المركز الأول، إلى المركز الأول، إلى المركز الأول. شاهين على المركز الأول ينطلق مع صدارة ومقدمة هذا الشوط على المركز الأول. شاهين، شاهين سلطان بن علي بن حمد بن سويدان اليحافي مع المركز الأول مع صدارة ومقدمة هذا الشوط، ينطلق في صدارة الشوط ومقدمة المركز الثاني. المنطلق بكل قوة، المنطلق المركز الثاني شملول، المركز الثاني ينطلق أيضا حامل الرقم 36. يا سلام، عموما وعلى كل حال عند اللجنة حامل الرقم 36 و36 اليحافي مدون وفائز معنا في هذا الشوط، ولكن هناك اللجنة، اللجنة اللجنة أعتقد من واقع الشعر شعر محمد آل صافية تقريبا من واقع الشعار، عموما بين اليحافي وبين بن صافية. المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث لهب حمد بن مصر بن علي العجب المري. المركز الرابع، المركز الرابع شملون خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. المركز الخامس ذيبان محمد بن جابر بن علي المطوع النابت. هذه نتيجتنا أيها الإخوة المتابعون لمراكزنا الخمسة الأولى. اللي فاز معنا أعتقد شعار اليحافي، نعم شعار اليحافي اللي فاز معنا في هذا الشوط هو اللي أعلناه شاهين سلطان بن علي بن حمد بن سويدان اللي يحافي هو الفائز معنا في هذا الشوط. أهني أهالي السلطنة على هذا الفوز بالمركز الأول. المركز الثاني من واقع الشعار شعار سعد بن محمد بن صافية المري رقم 36 صافي المري. هذا هو صاحب المركز الأول شعار حافي. هل السلطنة حاضرين اليوم دقيقتين 58 27 جزء من الثانية. أهني مالكي شاهين فوز وانتزاع هذه النقطة الصباحية، مضيفا أيضا ناموسا لأهالي السلطنة بعد تحقيقهم للشوط الرئيسي الأول. المركز الثاني هذا الشعار بن صافي، شعار بن صافية رقم 37 يا بن صافية مش 36. المركز الثاني، المركز الثاني التوقيت الزمني دقيقتين
المركز الثاني 58 ثانية، 61 جزء من الثانية. هذا صاحب المركز الثاني راقي لمحمد بن علي بن محمد آل صافي المري، أهني على هذا الفوز. المركز الثالث دقيقتين وخمسين ثانية، التوقيت الزمني لصاحب المركز الثالث 3 دقائق بدون ثواني، 69 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.